كيشوفوك زوين طبيعه الحال، كيشوفوك باقي سنان حليب، راه ضروري غادي انا كنت انا عشت في الزنقه، راه ضروري غادي يستغلوك. ما لقاوش نتوا دونك راه فيك تقدر كاع ناكل الخبز يابس مع الماء ولا كونفيتور بحال هكا صافي وجمعتو. كل قصه كنصورو معها كتنسيك في قصه اخرى، وكل قصه ملي كتجي تعيشها كتلقى فيها مآسي ومصاعب ومعاناه اخرى. كانوا دايرين بيك الكلاب وهزيناك وبقينا كنقلبوا على اساس نشوفوا الورقه، ربما الوالده ديالك يعني محيدين لهم الحويجات هي بالكانسون صافي، وكتضربهم به بالفخاده. الاستغلال الجنسي والمعنوي والمادي حتى هو. متابعينا لشوقة تي في كنحييكم مره اخرى وفي فيديو اخر وفي قصه من نوع اخر. دائما في تتبعنا لملفات وحالات وقضايا اجتماعيه وانسانيه، معنا الاخ منعم اللي اتصل بنا من مدينه مكناس وحضرنا لعندو باش يشارك القصه ديالو معكم. فالقصه ديالو ماشي للفرجه انما للعبره، لان القصه ديالو فيها مجموعه من رسائل للشباب وكذلك للمغاربه من داخل ارض الوطن ومن خارجه باش يوقفوا معاه ويتساعدوا معاه. اليوم قرر يحكي قصته ربما للمره الاولى، ماشي باش يشاركها معكم من اجل انكم تفرجوا في الفيديو لا غير، بغى يشارك معكم باش تساعدوا معاه، باش يكون هذا الفيديو هذا ان شاء الله هو نقطه التغير في حياته وما يبقاش متمادي في مجموعه من الاشياء اللي هو فيها الان. اي منعم ولد الخيريه هو عنوان ديال هذا الفيديو اللي بغى يشارك معكم القصه ديالو. تبعوا معه وكنتمنى ما يكونش شي تعليق سلبي ولا يجرح هاد الشاب هذا، لانه بحدو قرر يدير الفيديو قبل في الكواليس قال لي اخويا حمزه راني خايف ان نقول هاد الشيء والناس ما تساعدش معايا. قلت لي بالعكس، ان الناس ملي غيعرفوا فيك انك باغي التغيير حنا على امل فيكم وفي الله سبحانه وتعالى غتوقفوا وتساعدوا معاه. خويا منعم بخير، لاباس عليك بعدا؟ الحمد لله، الله يكبر بك. واخا غتعاود ليا من الاول، نهار اللي منعم عقل على راسو في الدنيا، فين عقلتي على راسك؟ كيفاش دوزتي الطفوله ديالك؟ البدايه ديالي من الطفوله ديالي هي مدينه مكناس، وتربيت وترعرعت في خيريه، ومن تماك درت تقريبا 12 عام او 18 بغيت نمشي نقلب على والديه، وقالت لي لاسيستون سوسيال ولدي شادي نقول لك ما عندي ما نقول لك. جبدات لي ان دوسي ديالي، قالت لي شادي نقول لك انت اكس ال. قلت لها كيف زعما اكس ال؟ قالت لي مجهول الهويه، ما يعني الوالده اللي حطاتك يعني ما كاين حتى شي نتيجه. يعني فين لقاوك في الزنقه؟ يعني ما عطاتك سيتوياسيون كيفاش لقاوك في الاول؟ عطاتني سميتو، قالت لي حنا اللي جينا، يعني انا الاولى في ديك المؤسسه، جينا حنا الامبولانس والاسعاف الاوليه وداكشي. قالت لي كنا لقيناك بوحدك ملوي بليزر بيض، و يعني بواحد الطريقه اللي صراحه حنا كنا كطاقم تعجبنا، يعني كانوا دايرين بيك الكلاب وهزيناك وبقينا كنقلبوا على اساس نشوفوا الورقه، ربما الوالده ديالك اللي لحت ربما تكون لقات او لا حطات الورقه ولا شي حاجه. ساعه للاسف ما كنتش، يعني ما خلات حتى شي معلومه لا الام ديالك ولا الاب ديالك، يعني اللي خلاوك تما. قلت لي كبرت في الخيريه، كيفاش داز عندك يعني هذاك السن ملي لقاوك وداوك الخيريه حتى 18 سنه؟ كيفاش داز عندك؟ ربما شي حاجه عمرك ما غتنساها في الطفوله ديالك. هي فيها الزوين وفيها الخايب، لكن الاكثر هي الخايب. دونك الزوين هابط بزاف والخايب كثير، لانه كان العنف، كان الاحتقار، كان هذا الشيء يقولوا له تعدو، استغلال حتى هو كاين، هذه بدون شك. استغلال من عند الاطر ولا من نزلاء حتى هما في الخيريه؟ من نزلاء ومن عند الاطر بجوجهم. من جهه اخرى بالنسبه للاطر كان العنف، الا ضحكتي مع شي واحد ولا هشتي فيه ضحكتي معاه، بغيتي تضحك معاه رشقات لك وانت صغير صافي، كيجي مربي ولا مربيه كتقول لك علاش كتضحك وحنا بينا 300 خلق ولا ما عرفتش شحال. دونك خصنا نكونوا في الصمت وفي يعني في الزيار، فهمتي؟ واخا وصلتي 18 سنه خرجتي من الخيريه بارادتك؟ بالاراده ديالي، لانه شفت شي امور داخل المؤسسه وما استحملتش، وكان داك النهار مازال عقل، هي مات الشتا
وما استحملتش داك الوضع صراحه، وما هو الوضع اللي ما استحملتيش. ما نكذبش عليك، انا شفت شي حوايج تما ما عجبونيش. رئيسه الجمعيه كانت جات، كانت بغات تربي دوك الاطفال لكن رباتهم بوحشيه، يعني جابت المسطاط ديال العود وقالت لهم وجدوا لي يعني اش تيقولوا الحصيره باش نعصي هذوك اللي في اللائحه، وقالت لهم عيطوا ليا الدراري الكبار باش ياخذوا عبره منهم. كنت منهم انا، منين هبطنا لقيت داكشي غريب. يعني شتو وليدات صغار بهذيك المشويطه، المشويطه ديال العود عريانين وكيشحطوا فيهم، يعني محيدين لهم الحويجات هي بالكانسون صافي، وكتضربهم به بالفخاده. هنايا انا صافي مشيت عند يعني المسؤول ديال المؤسسه، قلت له شوف دابا تحضر لي الالتزام ديالي مشي. شتي قلت له واخا نمشي غير هذيك مع كان قدامنا القبور، قلت له واخا نمشي هي تحت ديك الشجره ونعس بها راك عليا من هذا المنكر اللي كنشوف انا دابا. واخا خرجتي من الخيريه، كانت نقطة تغير أولى في حياتك من الدفء، ربما شفتي شي حوايج خايبين وشي حوايج اللي مسوا بالكرامة ديالك، شي حوايج نقصوا منك، ولكن كنتي كتحس بواحد الدفء وأنك ناعس محمي. خرجتي للزنقة للشارع بدون هوية، بلا والو، بلا ورقة، بلا جوج، بلا والدين، بلا عائلة. كيفاش عشتي في الزنقة؟ اش خلاها ما نهدتي بعدا ملي سولتك هاد السؤال؟ سميتو حياة صعيبة بزاف، الضبوعه والنموره موجودين بالكثره. دونك انا كنت عجب من هذا المجتمع بزاف من نهار خرجت. دابا عندي بيني وبين مؤسسه 12 عام بيني وبينها المغادره صافي، واكتشفت بزاف ديال الحوايج. اكتشفت المجتمع تيستغل، اكتشفت كل كيستغل جسديا ومعنويا وماديا. دونك الا بغيتي تخدم خصك تكون يعني شكل اخر. شنو هو الشكل الاخر؟ مثلا تكون يعني ميول جنسي من الاخر، يعني المشغلين كيبحثوا على شاب زعما دري عنده ميول جنسي، لا ما ولاوش كيخدموا الناس الكبار. لا بارك عليهم، علاش؟ حيت حنا اكبر عرضه لهذا المجتمع المغربي اللي كنشوف. واخا فيتلك تعرضتي للاستغلال الجنسي او اغتصاب ولا لا؟ الاستغلال الجنسي والمعنوي والمادي حتى هو من طرف من؟ من طرف اشخاص يعني ما تنعرفهمش. وكنت عشت في اغورين، واحد من كناس عشت في واحد القهوه. للاسف هذاك السيد كان خايب معايا بزاف، دونك عرفني طبيعه الحال، عرفني ما عندي لا والدي، راه ضروري يدير بيا كيما وصراحة ما قاصنيش، ولكن طلبت منه أنه يعطيني غير الحق ديالي ديال المال ديالي ونمشي بحالي. مدة 5 شهور خدمت معاه وكل لي في رزقي وخرج لي في رمضان. من بعد عشت سيمانة في الزنقة، عشت بالسيمانة في الزنقة صافي. ومن تماك بدا الاستغلال الجنسي كلشي. بعد واخا نسولك الاستغلال الجنسي واش كان يعني بخاطرك ولا بعنف؟ كان عنف، ما كان عنف ضروري. علاش؟ وانت انا عشت في الزنقه راه ضروري غادي يستغلوك، ما لقاوش نتوا دونك راه فيك ما كاينش اللي غادي يحميك، ما كاين من غير الله الواحد اللي كيشوف فيك. دونك الواقع اللي حنا كنعيشوه كيتما حاله لا يرتلى، فهمتي؟ يعني حاله محرجه بزاف. للاسف الواقع مازال ما عرف حتى شي حاجه بين هذه القضيه فعلا، لان القصه ديالك الناس اللي غادي يتفرجوا فيها راه كاين شي حوايج اللي ما عارفينهمش. كاين واحد الحاجه اللي هي صعيبه انا بعدا الان استنتجتها من غير هذه البدايه ديال القصه ديالك، مكانه الوالدين. مكانه الوالدين، كنت جلست واحد النهار بوحدي هنايا، و بعض الاحيان كنت فكرها غير هي زعما مصاب، زعما كون كانت هي ما نكذبش عليك ما نقدرش نتحط في هذه المواقف المحرجه لاسباب كبيره صراحه. كان كونوا اسباب واخا الوالده لاحتك ولكن كتعاقب، واش فهمتي؟ هي لاحتك ولكن من اطراف اخرى كتعاقب، لا ذنب عليك ولكن كتعاقب فعلا. يعني نرجعوا للقصه، قلتي لي انني انا ملي في هذيك الزنقه تعرضتي للاستغلال الجنسي يعني
ماشي لخاطرك. من بعد هذيك الاسبوع اللي عشتي فيه في الزنقه، فين ديك الساعه؟ فين رصيتي؟ فين مشيتي؟ فين كريتي؟ فين خدمتي؟ فين وليتي ديك الساعه؟ من بعد صافي بديت كنكري ها 3 شهور في كل مدينه ونخدم وهكا ونستغل. دونك حنا عندنا علامه الشعار بالنسبه للاطفاليه تما هو الاستغلال. بزاف ديال الحالات انا شخصيا صورت معاهم حتى هما شيء انا ما عانوا في حاله، كانوا في الزنقه تغتصبوا في الزنقه ولا تستغلوا جنسيه في الزنقه، من بعد ولا عندهم كيعانيو من المثليه ولا عندهم ميول جنسي للرجال. واش انت عانيتي منها ولا لا؟ لا انا ما عانيتش من ميول جنسي، انا غير ضغوطات نفسيه اللي احتقرت لي في هذا الموضوع بزاف، فهمتي؟ دونك كيشوفوك زوين طبيعه الحال، كيشوفوك باقي سنان حليب، راه ضروري غادي يحطوا عينيهم عليك، واش فهمتي؟ هذه من الضروريات. احكي لي على احقر ولا اضعف موقف بصفه عامه طحتي فيه، شي كرهتي حياتك بهذا المصطلح هذا، تحطيتي في شي موقف، شي كلمه سمعتيها، شي شوفه ناقصه ما عمرك تنساها. الشتائم كثيره من طرف واحد الشخص نيت في هذا اللي في كان كنت معاه خدام، كيشتمني بالوالدين حشاكم، كنعتذر على هذا الكلام بزاف بزاف ما يمكنليش انا نوصف. يعني دابا اللي غنبغي نعرف حياتك اليوم، يعني هذه قصه ديالك الناس تبعوها، ولكن حياتك اليوم فين ولات؟ فين خدمتي الان؟ كاري بشحال كاري؟ شنو يعني التفاصيل ديال حياتك دابا؟ انا الحياه ديالي مازال ميؤوس منها، لانه بعض الاحيان ما تلقاش ما ناكل في 3 ايام في 4 ايام، يعني تناكل على داكشي نقدر كاع ناكل الخبز يابس مع الماء ولا كونفيتور بحال هكا صافي جمع طويل ندوز نهاري. الا مشيت كما قلت لك مقبلات كعيط تتعيط لي واحد السيده الله يجازيهم بخير، بعدا كان يجوج الله ينصرهم يحسوا بيا، ما بقيتش كنجي لعندهم، كيعرفوني انني ماشي في ديك يعني تعرفوني انا مضغوط فعلا. دابا حاليا اتصلتي بينا وبغيتي تصور، بغيتي تحكي القصه ديالك، الكاميرا الان قدامك، حنا هذه خدمتنا، كنجيو هاد الحالات كنصوروا معاهم كنوصلوا الرساله ديالهم الراي العام. الراي العام دابا قدامك والناس غيتفرجوا في الفيديو ديالك، شنو تبغي تقول لهم؟ انا كنقول هاد الناس اللي كيشاهدوني ولا اللي غادي يعاودوا يشوفوا هاد الفيديو، ما يحتقروش الدراري اللي تاما، لانه راه حتى هما الله خلقهم عبد، وبركه من الاستغلال، بركه من استغلال الجنسي، بركه من استغلال المادي، بركه من استغلال المعنوي، بركه من الحقد والكراهيه. حسونا تحنا، حسوا بينا تحنا والديكو يا ربي، ولادكم كثر كاع. صراحه كنتالم من هذه القضيه بزاف، يعني تنقول شي نهار غادي نحقد على شي حد، لكن للاسف ضميري ما تيبغيش. اي 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 كل قصه كنصوروا معها كتنسيك في قصه اخرى، وكل قصه ملي كتجي تعيشها كتلقى فيها مآسي ومصاعب ومعاناه اخرى. قصه الاخ اليوم فيها كيف قلت لكم في التقديم بزاف ديال العبر، ونتمنى يكون تكونوا استفدتوا منها، لا شباب لا شابات ولا مغاربه بصفه عامه. الاستغلال هذه الكلمه اللي بسيطه كتقدر تطيح الانسان في زوبعه من المظالم، في بزاف ديال الاشياء اللي هو ما كانش باغي يديرها وكيطيح فيها. هي كلمه الاستغلال، كيف قال لك الاستغلال الجنسي المعنوي المادي بشتى الانواع ديالو وقع فيه. اليوم هو غير حاله واحده وغير مثال، اما كاينين بزاف ديال الاطفال اللي كيعيشوا في الزنقه 24 ساعه على 24، لا ماكل لا مسكن لا اب ولا ام، شكون غادي يحميهم من غير الله سبحانه وتعالى؟ لذلك اللي غنطلبوا حتى هو مطلب ديالو، كفانا من الاستغلال. انسان كيف كان ولد الخيريه، كيف ما كانش ولد الخيريه، كيف كان يتيم ماشي يتيم، نرأفوا به ونشوفوا به بعين الرحمه، ولا ما لقينا ما نعطيوه وما لقينا ما نديرو غير دعوه الخير. شي غير دعوه الخير راه فيها اجر، غير تشوف هذا الوليد وتدعي معاه راه فيها اجر. لذلك ما تبقاوش تستغلوهم وما تبقاوش تشوفوا فيهم، يعني كما كتشوف دابا السيد خدم عنده في قهوه 5 شهور خرج بلا حساب بلا والو، ما خلصوا ما حتى شي حاجه، 5 شهور ياك ما خلصكش، 5 شهور ما خلصوش، هادشي راه عيب وحشومه. اليوم الاخ
عاود لكم القصة ديالو باش توقفوا وتساعدوا معاه. ما بغيناش التعليقات السلبية، كفانا من أنكم تصلوا به وتعيروه لتسبوه لتضحكوا عليه، لأنه هو عانى ومازال كيعاني 12 سنة من بعد الخروج ديالو من الخيرية وهو كيعاني. بغينا نشوفوه في هذه السنة الجديدة وفي افتتاح سنة 2021 إن شاء الله تظهر لي الحياة ديالو وتوقفوا معاه وتساعدوا معاه. حنا ديما أي حالة كنصغروا معاه إلا وأنكم كتوقفوا معاها يعني كتحسنوا الظن فيها، وديما يعني ما كتخيبوش الظن ديالنا حتى حنا. لذلك حتى هو بغيناكم توقفوا معاه، لأنه عايش بوحده، مرة ياكل مرة ما ياكلش كيف قال لكم، إلا الناس بعض الناس اللي كيرأفوا به. لذلك تساعدوا معاه. حنا غنخليه الرقم الهاتفي ديالو للتواصل، والطلب مني تواصلوا معاه باش تساعدوه، ماشي باش تزيدوه أكثر من اللي هو فيه. متابعينا، كان معكم حمزة مندوب خلف كاميرا عزين السطوري، لنا الصورة لكم التعليق. تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.